كل الناس اللي تعرفوا، كل الناس اللي ربما تعاملت معاه. احنا من هذا المنبر نتمنى له الشفاء العاجل ان شاء الله ليه ولجميع المسيرين تاع اتحاد البلاده ربما اللي تقاسوا في هذا تقاسوا بهذا الوباء بهذا المرض، نتمنى ان شاء الله الشفاء العاجل لسفيان نشما ولجميع ان شاء الله المسيرين ورئيس الفريق كذلك تاع اتحاد البلاده الشرشالي. احمد الشرشالي اكزاكتومون راح نسمع لو ميساج اللي كان داروا مدرب فريق اتحاد البلاده سفيان نشما. السلام عليكم جماعة، مبروك اخويا عمار، بارك الله فيك، الله يحفظك عمار. سي بو تحسنت شوي لي مليح، كلش بيه الله يحفظك، بارك الله فيكم عمار، تعيش خويا عمار بهوشات العزيز. فوالا دونك سيتي ان لايف تاع مدرب فريق اتحاد البلاده سيد سفيان نشما اللي يقول فيه انه تحسنت صحته كما قلت لنا مهدي. جوستومون لما تشوف المدرب تاعك في هذه الوضعيه ولكن فيه امل الحمد لله راه يتحسن، جو بونس كو لما شفتها هكذا ولا لما شفناها سيتي شويه تريست اكزاكت دو لو فوار دون اون سيتواسيون كيما هكا سا في مال او كور اي سي دو لا كو جيسبر كو لي جون فون بروند كونسيونس باسكو بون كيما قلت لك سا في ميم با ساعه هضرت معاه الحمد لله سي ان شانجمون il va beaucoup beaucoup mieux alhamdoulillah alhamdoulillah ya rab mais il faut pas oublier que il y en a d'autres chez qui ça s'aggrave donc c'est là qu'il faut que les gens comprennent qu'il faut prendre conscience de l'importance de ce qui se passe j'espère que ils vont le faire le plus vite possible.